مساكم الله بالخير والعافية، ألتقيكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج مطبخي مع الشيف عرفان. اليوم ضيفنا غير شكل، اليوم ضيفنا خريجة إعلام، تشتغل هوايتها الطبخ، تشتغل كذلك بالكيك، كذلك هي دائما تشتغل على المواضيع الإنسانية، كل شوية دائما تساهم بالمواضيع الإنسانية اللي دائما نشد على أيدي أي شيء أحد يهتم بهذا الموضوع. ضروري جدا دائما نهتم بالمواضيع الإنسانية، أكو ناس هواية ممكن شيء صغير يفرحها. دائما الشيف ريانا مهتم بهالشيء، أكيد هي عضو مؤسس في جمعية طهاة العراق، وأكيد هي مسؤول عن الإعلام اللي موجود داخل جمعية طهاة العراق. اليوم ويانا أكيد الشيف شيماء الساعدي، شرفتيني بوجودك اليوم، تفضل الشيف. شلون الشيف؟ اهلا وسهلا بك. انا وراسي شرفتي اليوم حضورك، محيه اصلك. الي الشرف. يعني انت شيف اليوم قبل ما نحكي بالاكل. نعم. المواضيع الانسانيه اللي اشتغلنا عليها كلش نالت اعجاب واستحسان الناس كلهم. نعم. اثبتي اليوم انه مو شغلتنا بس طهي، اثبتي انه اكو حالات انسانيه لازم نكون مهتمين بها. نعم. يا ريت تبيني لي انه الاشياء اللي تشاركين بها واللي راح بالايام القادمه تسويها شنو راح تكون؟ احنا ما نقدر نفصح عن القادم. ليش؟ اللي عندنا تجارب سابقه انه احنا تكفلنا بها كمبادرات انسانيه، زياره العوائل الفقيره، اضافه انه المبالغ الماليه اللي ممكن نوصلها لهم تساعدهم، السله الغذائيه، العمال النظافه اللي شاركناهم فرحتهم من خلال اقامه مأدبه افطار لهم والاحتفال بهم في 1 ايار. كثير من المبادرات انا اللي احب انه اسلط الضوء عليه. احنا كشعب او كانسان عندنا خصله الخير والشر، صح؟ فمن نجي نركز احنا ممكن التفاته بسيطه حتى نسعى بالخير وهذا العمل التطوعي الانساني، مجرد التفاته فقط لا غير، لان كلنا انسانيه وكلنا مفعل عندنا هذا الشيء، صح؟ فلذلك احنا الخير موجود، ويا ريت انه نساعد بعض حتى نقدر نكمل المشوار. حلو. في مساعده الناس. عاشت ايدك دائما. تسلمي. اكيد نشوف الصور. نعم. اللي عندنا اللي زيارات جنابك لهوايه مكانات. نعم. هاي الصوره هذه السابقه كانت للدفاع، كان عندهم مهرجان. حلو. في معرض بغداد الدولي. شاركنا وياهم. حلو. دعمناهم هنا للمبدعين الفنانين. ايضا في الانواء الجويه. حلو. هناك كان اقامه مهرجان تكريم لهم. هنا في دار الفرح اللي يترأسه علي عذاب، الاستاذ علي عذاب. شاركنا الايتام فرحتهم، اقامه مأدبه افطار وتوزيع هدايا لهم. هذه دورات تدريبيه للامن القومي. حلو. شاركنا بيها. حلو. احنا محتاجين انه نتوسع ونتطور اكثر. نعم. هذه للاغاثه والتنميه في نفس المهرجان. هذه اركز عليها لان هذه للاطفال. حلو. من خلال شيف ساره، طبعا تحياتي لها، اقامت دورات تدريبيه للاطفال. كانت جدا جميله. حلو. ونحفز ونساعد ان شاء الله الايام القادمه حتى نوصل انه ننمي هالمواهب الاطفال ونبعدهم عن التكنولوجيا. عاشت ايدك. وهذه هديه. هذه هديه غرفه تجاره بغداد اكيد. حلو. هنا مهرجان معرض بغداد الدولي اللي شاركنا به في ربيع وطن اللي اقمناه لمبدعي العراق وتكريمهم. هذه للتعايش السلمي. حلو. كان عندهم مؤتمر فشاركنا وياهم. هذه 1 ايار. حلو. عيد العمال كان يوم مغبر بشكل. ايه. يعني بحيث الاشكال لا تعليق. مبين من شعر الولد اللي واقف، صح؟ بلي. فشاركناهم هنا نقابه الصحافه، الصحفيين عفوا. حلو. شاركناهم في الانتخابات تبعهم. اوكي شيف، يلا هسه نبدي نسوي اكل. يلا نبلش. خلصنا الحالات الانسانيه، نبلش نسوي اكل. يلا نبلش. يلا سمي. بسم الله. شو راح نشتغل اول شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نلبس الماسك. اوكي. ونبلش اليوم طبقنا هو تاتشينه لحم. زين. او بالاحرى ما يسمى رز بالجزر. تمن جزر. تمن جزر. تمن جزر. شباب ناخذ مقاديره بعد اذنكم. Thank you.
زين. هسه اول شيء راح تبدين انت تخلين المي لو السهين التمن. لا انا افضل المي. المي اول شيء. اي لان هذا بقيمه الغذائيه نقول خلاصه مي اللحم العصاره مالته والجزر حلو. فكله جاهز يعني ما يحتاج انه اسهي التمن بيه لان حتاخذ المكونات كلها تتجانس وياها. فنبدي نضيفها. بس نحتاج نضيف له شويه ملح. اوكي. هسه نضيف له الملح اللي عندنا. خليناه. ثواني هسه اشوف الملح وين زين. ماكو مشكله بعد ما بين ما يغلي. اوكي. بعد كي. ما نضيفه انت راح تنتظرين انه يبدي يغلي. بلي. حلو. نبدي نشتغل التاتشينه. نبدي نشتغل التاتشينه. جدر ثاني هم؟ نعم. اوكي. هذا الجدر الثاني. عاشت ايدك. هم اعلى شيء؟ اعلى شيء. الحين نبدي نشتغل نسهي بعد. بالضبط. تسلم ايدك شيف. عيني انت. زين. يعني كشغل انت اللي تشوفيه يعني نعم. انه تبدين اول شيء بالتمن دائما نفضل انه نشتغل بالشيء اللي يتاخر اكثر صح؟ ما يتاخر ليش؟ لان اني سالقه اللحم جاهز زين. عندي. وسالق الجزر حلو. يعني اموري خلينا نقول 70% هي خلصانه اي خلصانه فلذلك انه حيلحق عليه حلو ما يحتاج كثر كثر زيت تحبون الزيت صدق؟ نامت علينا بالنسبه للسمنه شنو موضوعها؟ عادي من الولد وبعدين عندنا هنا مدير دائما ياكل الاكل الحار علمنا القناه كلها قامت تاكل اكل حار حلو عافيات مقدمه الله يعافيك ويخليك زين هسه راح تشتغلين انت اول شيء اللحم بلي بس دي شوي يحمل زيت وابلش باللحم زين شيف شلون انت مجال اعلام دراستي صغير شلون جيتي اتجهتي لموضوع الطبخ 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 هو اساس اللي دخلني للاعلام مجال الاعلام اها حلو حبي للطبخ كانت فكره انه اقدم برنامج طبخ حلو شباب الشيف حاضر خاف تشوفون شيء عندي مشكله موجوده فرصه عمل فرصه عمل هنا موجوده موجوده متوفره فلذلك حبيت انه ادخل للاعلام حتى اكون كشخصيه متكامله امام الكاميرا حلو. اكسر كل الحواجز فلذلك الطهي اساس هو اللي خلاني حفزني انه ادخل المجال الاعلامي حلو وبديتي تشتغلين يعني بالطبخ اول شيء لو بالكيك بديتي؟ لا الكيك، الكيك تقريبا صار 14 سنة اشتغل به بس مو بصورة مباشرة. اها. اي يعني مو مرات متقطعة. عم نقول انه مستمرة. نعم بالضبط. فترات متقطعة. بالضبط. حلو. زين الكيك شلون تعلمتي؟ شلون بديتي به؟ شلون قدرتي انه تنتجين كيك؟ يعني شفت الاشكال فشوي شوفوها اكيد مشاهدينا يشوفوها. بشكل بروفيشنال بشكل محترف كلش الاشكال اللي فيه شباب ناخذ الكيك بعد اذنكم صور الكيك اللي عندنا شلون قدرتي توصلين لهي المرحله بدايات كانت بالكيك العادي اللي هو الطحين العادي بلشنا دا تشوف الموضوع من يجي عندك وتطلع بالنتيجه وبالذات اذا كان اكو شغف بالموضوع لا هنا حينجح حلو. بعدين دخلت عجينة السكر، عجينة السكر كلش أحبها بالشغل، مرنة تنطي أشكال حلوة، فلذلك هذا اللي ساعدني عليها، حلو. وحبي إلها هو اللي خلاني أتمم الموضوع وياها. حلو، وبديتي تطورين بشغلك، بديتي بهالمواضيع هاي؟ دخلت على اليوتيوب، شفت أشكال، دمج العجينة، الحشوة مالتها، الأشكال، ممكن أنا ما أسويها 100%، لكن ممكن أطلع بنتيجة اللي هي بها اللمسة الخاصة إلي. حلو. نعم. وبدأت تصير عندك فد نكهة خاصة إليك، فد فليفر أو يعني فد طعم خاص بالكيك بالضبط. اللي تنتجه الشيف. أكيد، لأن إحنا ممكن المعامل اللي تنتجه يختلف عن اللي إحنا نشتغله، اختيار الطحين، لأن هذا إذا على المعامل حيكون مكلف. صح. لكن احنا نختار الشغله اللي مو يوميه احنا نسويها لا بس نطلع بنتيجه ممكن كيكه اصرف عليها فوق ال 50,000 بس عادي عندي استعداد انه انتجها حلو زين تستخدمين السبونج لو تستخدمين الطحين سبونج لو نقول اوكي انا استخدم السبونج احبه بالشغل لان ما يحتاج هوايه مواد جهد ومواد بالضبط انا احتاج انزل التمن خلي اي بالضبط بالايد عمل ينزل هاي نعرف انه نشا يظل ينشف عليه لما نشتغل به ونغسله نعم. زين يعني انت تبدين يعني تقدرين ممكن تشتغلين السبونج الطحين وممكن تشتغلين ممكن بشكل العادي. اخر نعم حلو. ممكن العادي احنا حسب اللي نختاره احنا شيف ممكن انه نختار
الكيكة عالية الكلفة وممكن لا بمواد بسيطة، بس تبقى شغلة التزيين. مثلا الكيكة العادية ما تتحمل انه تاخذ التزيين، عجينة السكر ما تقدر تشيلها الكيكة العادية، كيكة السبونج تشيلها. ممكن يعني قصدك كوزن، وزن، لان هذه حتهبط بالضبط، فتبقى من الجوانب بدها تطلع، وهذه يعني ممكن لو ينجح له لا الموضوع. فلذلك انه كل كيكة ولها ميزتها. حلو. نعم. يعني قلنا نستعمل زين. بالنسبة للطبخ الشرقي اكيد بالبيت هاي بعد احنا لازم. لا احنا هذا مجبرين عليه. ليش؟ لان احنا من وعينا على الدنيا نقول هو انه هذا شغلتنا بالضبط. يعني اكثر هاي. يعني انا اشوف حتى سولفت وياك قبل شويه نعم. انه حتى لما نروح مطعم ناكل الشرقي، احنا ما ناكل الغربي بالضبط، نحب هاي الاكلات مالتنا. زين الداعمين منو اللي كذي وصلوك لهيك مرحله بشغلك؟ زوجي، بناتي، اهلي، اكبر داعمين. حياتنا الشاهده اللي موجوده ويانا داخل الاستوديو، تحياتي لها، مصور مالتنا اكيد، فهم الداعم الرئيسي وهم اللي اخذوا بايده وشجعوني. زوج حضرتك وكل عائلتك ربي يحفظك. زين يعني كان همي اكو شغلات تسويها ما تعجبه، شغلات تسويها تعجبه، احكي لي الصدق. لا بالطبخ؟ ايه؟ لا اكيد. من اجي اقول لا من اجي اقول له، يقول لي يعني انت هسه مقتنعه بالطبخ اللي طبختي؟ اقول له عادي ما هو يعجبكم. بعدين اقول له ليش هالشكل تسوي؟ تحطمني. يقول لي لا، حتى شجعك تبردين يعني الموضوع حيتحسن عندك اكثر. حلو. حتى تهتمين من احس انه ارتخيتي، لا لازم اشد على ايدك واقول لك يلا كملي بس بطريقتي اني. حلو. وخلاص انه توصلين مرحله انه تطبخين واثقه من نفسك؟ الحمد لله، لان كثره الاراء اللي دائما شلون نقول، انا اقول تنصفنا من نطبخ. نعم. تنطينا في الثقه بالنفس. أكيد. تنطينا في جرعه معنويه كلش مهمه، انه انا اليوم اطبخ بين 100 واحد ما يهمني، فما بالك ان كان الاهل او الزوج او العائله، هذول اكبر داعم. فلذلك صح. يعني يا ريت انه الاهل او الزوج يكون داعم حقيقي للمراه. اذا طبخت اكل مو زين شو يسوي؟ الاكل مالتها ما طيب، يعني المسكين شو يسوي؟ ساعدها. لا ساعدها، قولي لها غيري. يعني يقولها طيب يساعدها مثلا؟ لا لا مو بهالطريقه، هذه ممكن يقولي لها هذه وهذه الاخطاء اللي عندك ممكن يصححها بالمره الجايه. احنا عنصر مسالم بس احتونا احنا النساء. متاكده؟ والنبي عنصر مسالم. لا بس انا الموضوع اليوم بالبيت نعم، يعني افضل دائما انه يعني الزوجات الجديدات ياخذون كطبخ شرقي من الامهات. بلي. الخبرة اللي عندهم والحرفية اللي عندهم في عملهم وتفانيهم عن دخولهم المطبخ ما موجودة حاليا، يعني نقول 50% ما موجودة. نعم. أمي لما ساعات تدخل المطبخ داخل مملكة تنتج كل شيء بشكل صحيح. مثلا لما تجي تسوي باكة تشولة، تذكريها أمي ثلاث فتايل تنظفها أول شيء على النار، أشوف نعم. أمي واقفة مجد لازم اسفنجة بإيدها لتوخر الزفر بالضبط. تجي لما تفور تكمل تخلي شوية هيل، تخلي البصل شوية ثوم وتتركها على التشولة الثاني يوم، تجين تحسين روحها خلتها بالأكل. ما هذا النفس حاليا نقول هواية أمور دخلت لنا، ما نقول تطور صراحة، لأن هو ممكن بالمواد اللي عندنا ننتج أحلى طبق إذا نعتني به ويطلع نطلع بطريقة يعني احترافية، ما نحتاج إنه المواد جاهزة نضيفها. فلذلك إحنا دا يدورون مختصرات الطرق، فتلقاهم يعني دا يتسعفهم هاي الأشياء الجاهزة. صح. إيه أنا مكان ما أقعد ساعتين ثلاثة بالمطعم أكمل اللي بيدي شغلة نص ساعة. دجاجة مشوية بلا زحمة. لا وأبشرك أرقام المطاعم كلها عندهم. كلها عندهم والله العظيم. يعني احنا بالتاكيد هيك برامج صارت عندنا يا الشيف او نعم. ما تسوي جمعيه طهاة العراق اليوم من دورات تثقيفيه في نعم. هذا المجال، هي بالتاكيد بالنهايه راح تطور من مستوى طاهي العراقي بالمرتبه الاولى اكيد، وبالتاكيد بعدها نقدر ان نسوق الشغل الصح ربة البيت. طبعا ربة البيت اليوم من حقها ان تتطور، لكن انا دائما اقول لو اجيتي سويتي الاكل شمرته لو تطبخ اطيب لحم غزال تجيب نعم وطيب، وهذا ما راح يطلع طيب. دائما اقول خلوا روحكم بالعمل، اتعبوا على الطبق اللي تشتغلوه، استمتعوا دائما بطبخكم على مود النكهه تطلع طيبه بالضبط. زين هسه خليتي انت اللحم بعدين ضفتي الجزر بلي وتمن على النار موجود دين انتظره زين ينشف حتى نقلل النار ما تحت يستوي براحته. حلو نعم. حلو شباب نبدي ناخذ اتصالات بعد اذنكم وناخذ المقادير نكررها مره لاخ، ناخذ
ناخذ مقادير وبعدين ناخذ ناخذ المقادير اول شيء. اوكي شباب، اكيد الارقام الاتصالات راح تظهر بعد قليل، احنا بانتظار اتصالاتكم. ويا مواضيع اللي تشتغل عليها جمعيه طهاة العراق، كلش هواية مواضيع من ضمنها الدورات نصي عاشت ايدك ثلاثه وايدي شبوية. راح نشتغل على دورات، انا كنت سابقا عضو مؤسس بس هوايه عندي الشغل كان فاعتذرت، لكن انا متواصل بالدورات يا جمعيه طهاة العراق، لكن مو هسه، بالايام القادمه راح يكون اكو دورات هناك. كلش مهم انه ندخل هاي الدورات ونطور من نفسنا. اكيد تحياتنا من الاخ العزيز محمد السوادي، الشيف محمد السوادي، واكيد الشيف مهند وكل من موجود بالجمعيه اللي يساهم في ارتقاء مستوى الطاهي العراقي. اي بلدان العالم مو احسن من عندنا، لكن هم كان عندهم اطلاع اكثر. خامات عندنا تجنن، عندنا مثلا مصطفى حاليا، مصطفى السفير اللي دا يشتغل، عندنا سرمد ادوارد، عندنا نعم. الشباب يتجنن شغلهم. هذا الموضوع لازم اليوم ندعم كل الطاقات الشابه ونعطيهم ما يستحقون من دعم، لان يعني مثلا مصطفى عنده في الاطباق تجنن دا يطلع. احنا احد الاهداف الاساسيه للجمعيه طهاة العراق دعم الشيف العراقي من خلال اطباقه. عندنا فنانين أيوة عمالقه بالطهي، لكن للاسف لم يسلط الضوء عليهم. بالضبط هذا الموضوع اللي مخلي انه احنا متراجعين، ولهذا انا خليت الاستضافات بهاي الحلقه وقلت الكل يجي ويشرفوا بكل يوم. نعم. وموجودين دائما ويانا ان شاء الله يا رب، ونشرف يا رب. اكيد وننتظر دوراتنا ان شاء الله وياك يا رب، وان شاء الله بالايام القادمه نسوي لنا دوره ان شاء الله تليق باسم جمعيه طهاة العراق. زين، بينما تكملين انت ابدي اني اقطع الخضروات، شنو رايك؟ اوكي يلا. تمام، انا اضيف التوابل. اوكي هنا حنضيف النوم البصره، بعدها الفلفل الاسود، طبعا المقادير كلها على ملعقه وسط. ملعقه كوب نقول. نعم. حلو. الكاري. خالتي ام قصي شلونك؟ هلا ابوي، قلنا البابريكا. شلونك حبيبتي؟ شلونك؟ انا مشتاق لك والله، شلون اخبارك؟ الله يخليك. الله يعطيك الصحه والعافيه. فدوى لعيونك امي، شلون صحتك؟ اسهل عليك امي، انت شلونك؟ الله يرضى عليك. عاشت ايدك وعاشت ايد الشيفه. فدوى لعينك. الاكلات الحلوه. فدوى لعينك امي، صحتك شلونها؟ طمنيني. اسهل عليك الحمد لله. فدوى لوجهك، فدوى لوجهك امي انت. الاهلك شلونهم؟ الوالده. الوالده الحمد لله، الحمد لله، الكادر علي ثائر يسلم عليك. ودائما نبارك له احنا على الانجازات اللي دا يقدمها، وشكرا لكل كادر قناه رشيد اللي دائما مساندينه. انت قولي لي اليوم شو مسوين غدا؟ اعيني الغدا شنو مالتكم؟ مقلوبه. اويلي يابا، اكيد اطيب طعم ناخذه من ايد امهاتنا دائما بالطبخ. فدوى اروح لك امي. منفسهم يفرق. فدوى لوجهك، فدوى لوجهك امي انت، يعطي الصحه والعافيه ويخليك خيمة على راس عائلتك وعلى راسنا، ودائما هالاتصالات والكلام الطيب منك. شكرا لك خالتي قصي. عيني عيني. فدوى اروح لك امي. ما حطيت
فدوى لوجهك امي انت، ينطيك الصحه وعافيه ابويا انت. يحفظك الله يرضى عليك، الله يرضى عليك ويخليك يا رب ويخلي عائلتك. ابويا عيني عيني انت امك فدوى لطيبه اهلنا. اي والله شلون كلام طيب دائما خاطرك. أيوة والله نتخابر كلامهم يغني عن اي هم موجود عندك، يمتصك طاقه ايجابيه. صح ربي يحفظهم. خلي نشوف رنا، شلونك يا رنا؟ السلام عليكم. الف هلا، شخبارك؟ الحمد لله بخير، شلونك؟ الله يرضى عليك ويخليك، شلون اخبارك؟ والله الحمد لله. ممكن احكي ويا طيفه؟ اكيد اكيد. شلونك عيني، شخبارك؟ يا اهلا وسهلا، حياك الله. الله يبارك فيك يعني. ممكن ادخل عليك على رقمك الخاص، تعبير رقمي؟ شلون حبيبي؟ اريد احكي وياك على رقم خاص، تعبير رقمي. ممكن 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 انت تتواصلين ويا جمعيه طهات العراق، وموجود الشيف مهند، وممكن جدا انه تشوفون اي شيء تريدون عن طريق جمعيه طهات العراق. شكرا لك ولاتصالك، ممنون. اوكي هسه بديت اني اثرم لك المعدنوس. انت شاطر ما شاء الله عليك. ما شاء الله ما شهاده اليوم دي احتاج بس مي قليل اضيفه لهنا. مثل ما تقول بابا شاطر. لا شاطر مو اقول لك ايه. بعدها وبعدها الزيتون مالتنا. اوكي نعم هذا نقطعه ان شاء الله. ها كل الزيتون قطعه؟ والله هو المفروض اقل بس يعني. اوكي دي شوف مهاراتك يعني هسه اي انت داخل اختبار. شباب انا زين بالثرم بلا زحمه عليك. حتى نعطيك درجه نهايه الحلقه. زين بعد ما نقطع الزيتون بعدها نقطع الطماطة. اوكي هاي الزيتون عاد نهاية الحلقة شباب من نختمتك من السلطة. اكيد اكيد ما اشوف يعني انطيتك وقت اضافي. يلا مو مشكلة انطينا نص الكاسة. لا لا كاسة لا تكمل الكاسة كلها. بس هاد درجة تنقص. اوكي مالي علاقة. بس العفو شيف اريد مي. زين شوية مي. ثواني ما اعرف اذا الغلاية تشتغل او لا. عادي من يعني مو حار؟ ماكو مشكلة عادي ما عندنا وقت. هاي الكاسة هنا كلش كافية. احنا بس حتى نسبك باللحم بالضبط على مود التوابل حتى ما تبقى نقول مفصفصة. اوكي خلينا نشوف خالتي معالي. شلونك معالي؟ هلا شلونك شيف الفون؟ شلون اخبارك؟ شلونك زين؟ الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. عاشت ايدكم ومعك فدوى لعينك، فدوى لعينك ابويا انت. اقول شيف الفون تفضلي عيني. اريد رقم مالك. رقمي؟ يا شنو سالفه الارقام؟ شباب ممكن تتواصلون وياي على الانستغرام او فيسبوك. مطبخي مع الشيف عرفان كان انستغرام وفيسبوك، واطلبي اللي تريديه واني حاضر باي وصفه امرين بها. عامر شلونك؟ هلا حبيبي شلونك؟ شحوالك شيف؟ شلون اخبارك قلبي؟ والله الحمد لله نحمد الله ونشكره. شلونك؟ ونعمه بالله. الله يرضى. والله اليوم شو طلعتني زيتون هواي لازم اثرمه. حبيبي حبيبي انت. الحمد لله شلونك شو احوالك؟ الحمد لله عمري. فدوى لوجهك، فدوى لوجهك ابويا انت. بلا زحمه سويت ايش ما سويت على مشغل اسمهان. والله والله انا حكيت واليوم اليوم او باكر انا عندي موعد ويا اللواء خالد المحنه. إيه ان شاء الله يعني انا اليوم اتصلت وانطوني موعد بلكت باكر او بعد اروح وراح ابذل إيه؟ قصار جهدي صدقني مناسيك ومناسي موضوع بنتك وان شاء الله والله. يا رب اللي اقدر اقدمه. طبعا دعوه واكرر مناشدتي الى معالي دوله رئيس الوزراء، معالي وزير الدفاع المحترم، معالي وزير الداخليه ابو اسمهان معاني بنته يعني مخطوفه. وين بيا منطقه؟ جبال حمرين. بجبال حمرين ولحد الان ما يعرف مصيرها. ايه لحد الان وامها طقت عليها ابوها لحد الان جثتها ملقوحه الطيور تاكل فيها. لا اله الا الله، لا اله الا الله. والله والله وجيب لي كلام الله حلف لك علي. لا ما يحتاج ابويا ما يحتاج عيوني انت، لكن هذا الموضوع ان شاء الله يسمعون الناس المسؤولين. انا عندي موعد قلت لك باكر او بعده ويا اللواء خالد المحنه، ان شاء الله اوصل صوتك اليه ويا رب العالمين ترجع لك يا رب يا رب. والله ان شاء الله. والله انا كلك ممنون. انا ممنون عمري، انا ممنون. هذا واجبي غصبا ما علي. تؤمر امر عظيم وحق لا اله الا الله. انا قلبي وار ترى.
علقان حيل علقان. صار صار تؤمر تؤمر. اي والله هذا اريدها من عندك من شارع بعيني بعيني بس بعين. الله يرحم والديك بعيني تؤمر. بس اريد اشوف بنتي لو وين ما كان، بس اريد اشوف والله قلبي ميت عليها موت والله والله والحمد لله. اوكي تؤمر امر، احاول والله ابذل قصار جهدي بهالموضوع ومن عيوني تؤمر امر. تؤمر امر اخ عامر وعلى عيني وراسي. اريد من الشعب العراقي المحترم انه يدعي لها البنيه هذه ان شاء الله ترجع لي يا رب. يا رب يا رب ترجع لك يا رب يا رب. بالتاكيد دائما قواتنا الامنيه احنا نخاطبهم بمثابه اخواننا. يا ريت احد يسمع او يوصل صوت الاخ عامر. يعني دائما نقول اذا اردت تقيس الامور فقيسها على نفسك اولا. تخيلوا واحد اسم الله على على اولادنا وبناتنا، تخيلوا واحد منهم هي صاير، ايش راح نسوي؟ تخيلوا حرقه القلب اللي موجوده عند عامر حاليا. لا هو العارف هي موجوده او مو موجوده او شايفها او كل شيء. قواتنا الامنيه البطله بكل صنوفها او كل اصنافها. يا ريت تتواصلون ويا الاخ عامر وتتواصلون مثلا ويا قناه الرشيد و100% ما راح يقصرون وياك. اوكي اوكي هسه نستمر. احنا هاي طبعا موضوع كلش مؤلم دائما يتصل بي. ما اتخيل يعني مثل هيك قصه الله يكون بعونه. اي والله صار مرتين يخابرني على هالموضوع وان شاء الله اقدر اوصل صوته ان شاء الله. يعني نحاول بهالشيء هذا. اكيد القوات اللي موجوده بجبال حمرين اكيد ما يقصرون. يا ربي يساعدك ويصبرك ان شاء الله. زين امين يا رب. نرجع نكمل شغلنا. نكمل الزيتون الطنيه اللي جايبه معي ف... لا انت حتعوف هذه لاك اهم. اي لا تعوفه شوف يعني هذا حبايبنا جايبه هلق الزيتون. لا مو شنو يعني من باب انه نفيك وحركات تقطع. واليوم انا مستغله الموضوع يعني ها. مساعد شيف وياي ومنو شيف عرفان فدول عيلك ابويا استغل الموضوع ابشع استغلال. زين بعد ما قطعنا الزيتون حنقطع الفجل. اوكي نضيفه وياه وطماطه اثنين هم نقطعهم مكعبات. حلو وبعدها الجوز. بعدها نضيف الجوز يتكسر اي ما ينطحن. حلو فقط شلون نبرشه بالضبط لان يعني اذا انطحن راح يطلع الدهن اللي موجود بيه دائما ويبدا يعجن اللي يصير شلون التراب. صح اي فتكون تغطي. لا ابدعت شف عشت ايدك هاي درجه كامله. ام عدي شلونك؟ ام عدي شلونك؟ شلون اخبارك؟ شلونك؟ الله يرضى عليك ويخليك ابويا. انت صحتك؟ شلون صحتك؟ الولد شلونهم؟ ام ملام شلونهم؟ والله الكل بخير وعلي ثائر بخير وفرحان صار له كم يوم ما ادري ليش. وعلى حد من الانجازات اللي حققها. يوصل ابويا يوصل. سالفينا عنده مناسبه. اوكي. صدواني وشهيد. الله يرحمه يا رب. يرحم موتاك وراسي مشينا لك وريده مبرده مريضه عند الارض ما اقدر. صار. شو احنا على عيني وراسي. شوف الشارع عند عيوني ما اشوف وعند كلياتي. اوكي اوكي اكيد احنا دائما اكو برنامج صباحي ويا الزميل ياسر عامر. هاي المواضيع كلها يعني انا ذاك يوم مثلا صار موضوع زينب صار هذا الموضوع استثنائي من قبل يعني المخرج ومن قبل اداره القناه صار الموضوع استثنائي، لكن ممكن جدا انه تتواصلين بالبرنامج الصباحي ويا الزميل ياسر عامر واكيد ما راح يقصر وياك وتؤمرين امر. زين الفجل شلون تريدي مكعبات؟ مكعبات. اوكي. مو هوايه قطعتين. عشت ايدك. اللي لاحظت قناة الرشيد ما شاء الله عليهم يعني الاتصالات مو فقط انه اسال شيف وحصل اجابه لا بدي اشوف المجال الانساني اكثر تفاعل به. هو هذا الشيء موجود عندنا يعني صدقيني يا شيف انه اكو اشياء لو اقدر اسويها ما راح اقصر اكيد، لكن اكو مواضيع يعني مثلا انا دائما اسولف انه اذا اردت انا اليوم اراجع مكان او اروح مكان ومحتاج اندلة واعرف شخص بي فاتصل بالزميل ياسر. فياسر مو بس برنامج خاص بهذا الشيء، ياسر هو اكثر اتصال مع كل المسؤولين. نعم. يعني هو مثلا واقف بالشارع قالوا له احنا
وزير الدفاع او وزير الداخليه راسا شال تليفون اتصل بالوزاره المعنيه وقدر يحل الموضوع. فهمتيني؟ اذا المجال الانساني فعال بالضبط وتشتغلون عليه من اوسع الحمد أبواب. لله الحمد لله يا مجرد ربي. مجرد ذكر المناشده او يعني خلينا نقول انه انتم تردون توصلون صوتهم، هذا بحد ذاته هو عمل تطوعي انساني وانتم مكانكم. يا رب دائما نقدر نوصل هذه الشغلات الصح يا رب. ونقدر نسوي لهم شيء، خصوصا ابو اسمهان يا رب اقدر اساعدك باي شيء وصدقني ما راح اسكت، يعني نحاول باي طريقه انه نوصل هذا الشيء. شكرا لك لان واثق بقناه الرشيد، واثق من كادرها انه راح يقدر يساعدك باذن الله. ام بتول شلونك؟ هلا وعيني، الله يسلمكم، شلونكم؟ شلون اخبارك؟ الله يسلمكم يا عسل، الله يرضى عليك ويخليك. برنامج الحلو فدوى لعينك ابويا انت ممنون، الله يرضى عليك ويخليك عيوني انت. شلونكم عيني؟ لا انت بخير احنا بخير. الله يسلمكم ان شاء الله بخير انتم. يا ربي يخليك ويطول بعمرك، سولفينا. انا عندي هاي المشكله، مشكله هذا الرجال. اي يعني حيل حيل يعني اذاني وغساني من البارحه واليوم. اي أيوة والله، اي أيوة والله مؤذيه. مؤذية. والله العظيم يعني هي تتعبوني نفسيا كلش كلش مؤذية. هواي معاصي هواي معاصي، بس مثل هاي المشكلة يعني مصير مجهول، ما يعرف لا هي اللازمة وشايفها ولا هي اللي يعرف يعني. يا ربي يساعدنا ونقدر. انتم عسل. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك ويخليك ابوي. ممنون ممنون ابويا، ممنون منك عيوني انت. شكرا لك وشكرا لاتصالك ابويا انت. نحاول دائما نقدم ما نقدر له، وهذا الواضح بالضبط. يعني اسمع قصص هواية هواية قصص هواية. قصص مغايرة بالضبط. يعني الناس شيف مهند بغداد شلونك؟ الو شلونك؟ شلونك حبيبي شيف عرفان؟ شلون اخبارك؟ تحياتي للشيف شيماء الساعدي، منورة اليوم. الله يخليك ويحييك ويحيي اصلك الطيب شيفنا الغالي. بالنسبه للامراه اللي اتصلت قبل شويه طلبت مبرده ومساعده، زين انا من خلال برنامجك يعني يا ريت تحصل لي تليفونها واني اجهزها بالمبرده. كفو وكفو شباب. الرقم مال المره اللي اتصلت على المبرده شيف مهند اتصل، شوفوا يعني احنا يعني قدرنا نوصل شيء. شيف مهند اتصل بي مره ثانيه، امي اللي اتصلت بي قبل شويه، والشيف مهند تبرع بهذا الشيء اكيد، متمثله بجمعيه طهاة العراق. هذا مدى تقدم الجمعيه. جمعيه اليوم مو تجمع وقعدنا وسولفنا وحكينا وقشبنا شويه منا لا، اريد نتاج اليوم، اريد نتاج، اريد شيء موجود ملموس اليوم. هالشخص اشتغل هيك هيك شيء. شكرا لك، شكرا للشيف محمد سوادي، شكرا لكل من يمثل الطاهي العراقي خير تمثيل. شكرا لك شيف مهند، شكرا على الثار. اوكي طبعا شيف مهند من الشخصيات المرموقه جدا والسباقه لفعل الخير، ما يسمع خبر او مساعده او اي شيء يحب يساهم به وهو يكون اول الداعمين والمبادرين. ورده شيف طبعا مهند. تحياتي له محمد الغالي. يلا خلينا ناخذ مقادير السلطه شباب، هي حتكمل واحنا ما ماخذين مقادير. ناخذ والله. شوف احنا هذا كمل له، هذا كمل له، بعدهم اثنين في مكان. لا لا اشوف هسه هذا عندي مكافي هالشكل بالضبط. انت شنو رايك؟ خلي اشيل هنا تمام حتى ناخذ عم تخلين اللوز تبدين السهين به بلي، وهذا عندي دا يسبك بعده يعني ممكن اعليها للنار، بس احنا نحتاج يعني وقت على راحته لان بعد عندنا شغل مو صح. خالتنا ام عدي عاودي الاتصال بينا، خلنا ناخذ رقمك على مود ندزل الشيف مهند الارقام.
راح نعيدها. خابرينا عمود نتصل بالشيف مهند وراح يجيب لك مبرده وما يكون خاطرك الا طيب. اوكي والله لو ما قايل لي زين. جوز هنا تريدين انه اكسره صح؟ بلي. اوكي ستمن كمل. بقى عندنا الحشوة هم كاملة؟ شبه كاملة لأن احنا نخليها تتأخر شوية بين نكمل السلطة. حلو. وأسهي اللوز. يلا هذا الزيت. كافي؟ خلينا نكمل احنا الجوز اللي عندنا. رحلة عذاب اليوم. على شنو؟ على التقطيع. لا 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 عادي. لا عادي ماكو اي مشكلة بيه. اوكي. طبعا شيف هالمواضيع نعم. يراد نرتب على الجمعية. نعم. اكو هواية حالات تستاهل هالمواضيع انه نلتفت لها. اكيد. بعد نرتب الناس ممكن يكون داعمين، ممكن يكون ناس تحب تتبرع بهالشيء، نخلينا شلون مثل الصندوق بالضبط شيء خاص بهالموضوع. نعم. نبدي انه نساعد الناس اللي محتاجه. نعم. ممكن هذا الموضوع ينطرح عندكم بالاجتماع. احنا حاليا العفو اقاطعك بخير شفنا حاليا عندنا اي مناشده تجي من اي احد ونقدر نساعد بالدعم ذاتي. شيخاتنا ما يقصرون فيطلع. أيوة لك بمبالغ، يطلع لك بتبرعات يعني قويه من كان اجهزه او غير شيء بحيث يمشون الموضوع تمام. حلو. فلذلك هذا الموضوع موجود عندنا، لكن احنا نسعى انه نكون المنحه تكون من الدوله او جهه معلومه، فلذلك حتكون تغطي اكثر عدد ممكن. حلو. اذا لازم نبلش بهذا الشيء، اكو ناس إن شاء الله. هذا الصيف جاي المساكين بلي. ممكن حتى مبرده ما عندهم بالبيت. صح. ولو هذا مو واجبنا احنا. هو مو واجبنا بس واجب احنا العمل الانساني بالضبط. هذا واجبنا المسؤول عن هذا البلد انه يوفر هذا الشيء دائما للعوائل اللي. خلينا نشوف ام محمد شلونك يا ام محمد. الله يسلمك عيني. شلونك عيني؟ شلون اخبارك؟ فدول قلبك الله يرضى عليك ويخليك ابويا عيني. سؤال فدول عينك. اي على مود الكبه. اي كبه الجريش دائما اسويها وانا جبت لي جريش وطلع زين شلعت قلبي. ليش؟ ما اعرف. اوكي. راسليني على عد يعني على مطبخي مع الشيف عرفان راح اعطيك نوعيه جيبيها تخبل كلش استخدمها انا دائما. راسليني بس اخلص الحلقه راح اجاوبك تأمريني امر. رحم الله على عيني وراسي ابويا. شرفيني شرفيني ابويا انت. نشوف جنان شلونك يا جنان؟ الله يخليكم عزيزي. شلون اخبارك؟ الله يرضى عليك. منورين الشاشه انت والشيف شيماء. شكرا لك. وأنا أحب أقدم يعني اعتزازي وإعجابي بكم وبهذا البرنامج الحلو. شكرا لك. قاعد نستفيد هواي من عنده وأنت أرقى ويعني أنا هواي أتابع وهواي أتابع على قنوات عربية مصرية بس يعني أنت مرتب ونظيف إلى أبعد درجة. تسلمين. وكلش تعجبني. تسلمين. ربي الله يوفقكم. شهادة أشرف بها. الله يخليكم وان شاء الله تألق ونجاح يا رب يا رب. الله يا رب نشوفكم باحلى وارقى الاماكن بالعالم. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا هالكلام الطيب لكم. الله يرضى عليك. دائما هالكلام اللي يشد من عزرنا اللي يعطينا دافع نقدم دائما الافضل والافضل. هذا واجبنا انه دائما اقدم كل شيء بشكل صحيح ومن انال اعجابكم هذا اعتبره انجاز اني قدرت اوصله وقدرت اثبت شيء صح بين الناس المتابعين. صح هوايه اكو شيفات يقدمون هوايه اكو ناس يقدمون برامج لكن اني حاولت انه امزج بين كمعلومات طبيه طب وظيفي خاص بالاكل حاولت انه امزج بتاريخ الاكله حاولت انه امزج بحداثه الطبق والاكله اللي نشتغل بيها. زين شيف هسه ايش راح نخلي هنا بعد؟ هسه نخلي الكمون. خلي الكمون. نعم. زين دبس الرمان. دبس الرمان نخليه.
وزيت الزيتون. هذا زيت الزيتون. امسح الماي. نضيف هذا الاطباق امسحهم. شباب ناخذ المقادير مره لاخ بعد اذنكم. اثنيناتهم التاتشينا والسلطه. زين هسه حنصب نصب الاكل. احنا محضرين وهذا هم كمل. نعم خلهم بالهوت كيس. عمود من الصبين ذولاك عندي. تمام نحضر التمه. هاي التفجير هنا. خل اجيب الجدر التمه يمك. تفضل يا شيف. هذا الجدر يمك هنا. شكرا. عم تصبين براحتك. هاي السلطة هم كملت. بلي شوف اللحم اللي استخدمتيه شنو هو؟ لحم عجل؟ لحم عجل بالشرحه وياها نص ربع لي على مود النكهه. حلو كلش طيب اللحم ضقته هسه فد شي فد نكهه كلش طيبه بيه. عاشت ايدك. عافيات عافيتش. خلاص هاي الحكاكه نعرفها العلي ثاري يحب دائما يخلي لبن بهالشكل. تعبتنا والله. العفو جيبي اخذها. اوكي اعطيني ابو ودك. اهم الحشوه البصل والجزر واللحم. بلي
والتوابل مالتها اللي هي دارسين ومبصرة، فلفل أسود والبابريكا. حلو. ملتحة الطعم كلش طيب. يعني هاي الريحة الطيبة اللي باللحم دائما اللي نقول عليه انه هو شوي يبدي يلتشع فيكون 100% تبدأ الشيف. خذي راحتك. هسه راح نضيف اللوز عليه. اي بس اخذ شيء الانحار. تفضلي. شكرا. عيني انت. خلي الصلد هم هنا. هنا هم نخلي الصلد الثاني. عشان شفيك. عيني انت. ترى مرة اروع. تقطيع بمهارة درجة كاملة. فدول يعني مش ممنون، شهادة اعتز بها اكيد. وما عليك مني شيفنا الراقي. الله يرضى عليك ويخليك ابوي. بدي احضرك. ما هم نخليه. هذا طبعا مكملته الشيف من جدتي، وهذا هسه اللي سويناه بالجو. عاشت ايدي، اشتعبناك اليوم. لا بالعكس. كان ان الشرف انه تكونين ويانا اليوم. زتوني شرف انه حضرت هنا وياكم كادر وقناه متميزه وبحضورك شيفنا الراقي. ممنون ممنون ابويا انت. ربي يحفظك. هسه كمل عندنا الاطباق واخذنا المقادير اكثر مره على مود تشوفوها. بالتاكيد دائما نتمنى انه نوصل نقدر نخدم كل طهات العراق، كل شيف بالعراق وين ما كان. نتمنى انه نقدر نخدمه. شكري وامتناني وتقديري لجمعيه طهاة العراق متمثله بالشيف محمد السوادي، واكيد اخونا الشيف مهند، واكيد مديره العلاقات اللي موجوده عندنا الشيف شيماء السعدي. شكرا جزيلا. شكرا لك، شرفتيني بحضورك اليوم. كل سعيد انه موجوده ويانا اليوم. شكري وامتناني اكيد الكادرنا المتميز اكيد علي ثار، واكيد عدي فوزي موجود. ونشكر بنتنا شهد اللي بنت الشيف شيماء اللي حاضر يعني اليوم مصور. هم علي ثار عندنا بس غير شكل صاير مصور. اوكي. واكيد نشكر المخرج حسين الكس، واكيد عماد، واكيد سديد وامير وكل الشباب وخالتنا منور اللي دائما ساعدنا. نشوفكم باكر في حلقه جديده وشغل جديد في مالا. شكرا جزيلا.